هدفنا نقل لبنان 10 سنوات إلى الأمام، وذلك قبل نهاية العام. هكذا أطلق وزير الاتصالات خدمة الجيل الثالث للهاتف الخلوي من جامعة AUST في الأشرفية بحضور حشد من مديري شركات الاتصالات والطلاب، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مع الشركتين المشغلتين للخليوي تم التجاوب مع الرغبة الشبابية بالنسبة للأسعار. 19 دولار بياخد الواحد كاباسيتي 500 ميجابيت يلي هو بالأفرج العالمي، إذا بده أكتر بيدفع أكتر، ما حاعلن عن كل الأسعار لأنه الشركتين رح يعلنوا عنهم بأول الشهر. أما بالنسبة إلى التغطية فإن الشركتين ستنشران البرنامج الزمني لها على الموقع الإلكتروني العائد إلى كل منهما. في 300 محطة بتكون ركبة بآخر هذا الشهر، عم نحكي عن MTC Touch، وبآخر كانون الأول بيكون كل لبنان تغطى بالنسبة لـ MTC Touch. بالنسبة لألفا كمان من هلأ لآخر أكتوبر بيكونوا في 300 حطة منتشرة، آخر أيار بيكون كل لبنان تغطى. كما كانت كلمة لرئيسة جامعة AUST هيام صقر ليختتم الاحتفال بسحب بالقرعة فاز بموجبه 100 طالب باشتراكات مجانية في الجيل الثالث وبأجهزة هاتفية وتكنولوجية.